يشوف طلع هذا اللي ما بيخاف من الله. وين العالم؟ وين الاسلام؟ وين الدول العربيه اللي عم تساعدنا؟ وينها؟ شوف هذا العمل هون من عملوا هذا؟ من سوا غير لا كافر ولا ما حدا سوا مثله هيك؟ بيوجد الله على العمل هذا الاطفال تحت التراب؟ هذا ظلم يا ويله من الله. الله ينتقم من كل ابن حرام وكل ظالم. شاور بلاقيه دمه الله يفرج عليه.